السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتابعين ومتابعات القناة العزاز الغني على قلبي. شكرا لكم أحباب قلبي، الله يزادكم عني خيرا ويعطيكم كل ما تمنيت وكل ما ترجيت، ويجعل لكم إن شاء الله أجر ثابت وحسنات يا ربي آمين. في هذا الخير تديروا في هذه القناة نتاع وليدات يتامى ودعواتهم إن شاء الله يجعلهم ربي من نصيبكم. بالنسبة لي أنا خوتي كي تفرحوا قلبي يعدو بالله، قلت أنا بهذوك التعليق الطيب الله يفرح قلوبكم باش ما نويتو ترجيتو. قالك اخوتي المثل ما قدو فيل زاد فيلة، اي كاع ما قدين على الطبوح يطول الكذوب، والتمثيل الكذابي والدراما البكاوية نتاع سمسيمة والكذوب اخوتي المصطنع زاتنا سماسم حتى هي بالادوار الفاشلة، حيت بطبيعة الحال تقمصت ادوار اختها. واش اختها شافتها كذبت على المتتبعات وطيقوها، وشافت القناة ديالها تبارك الله كبرات من خلال هاد الكذوب اللي خرجات وقالت لكم انها غتطلق مع وثيقة، وفي الاخر شيئا لم يكون. الحياة وردية يا اخوتي، وقدرات تبارك الله ان القناة تطلعها، وكذلك تبارك الله تجيب الاشهارات، وما شاء الله الملايين دخلت من الادسنس. ايوا اختها تتشوف ان اختها تطبخ وتتكذب وتبارك الله مطيقينها، هي حتى هي ما غاديش دير بحالها، ما يمكنش اخوتي. ايوا ما نقدروش نقولوا لا ما تديريش يا سماسم اللي دارت سمسيمه. ايوا كيما طيقتو سمسيمه علاش ما طيقتوش سماسم؟ ولا اللي عنده مسكين الزهر عنده، اللي ما عنده ما عندوش. المهم اخوتي بغيت نقول لسماسم الله يشافي لك بنتك يا ربي، ويلبسها بثوب الشفاء يا ربي في العاجل غير الاجل، والله يحفظها لك حيت قلتي بنتك مريضه. بالنسبه لي انا هذه السيده من نهار شفتها انها طلعت وقالوا لها المتتبعين هضري في هذاك لا فيديو على راجلك والمشكل اللي عندك معاه، وقالت لهم لا ما نقدرش نهضر على راجلي حيت واحد النهار فاش غيكبروا البنيات ديالي ما نبغيش يشوفوا واحد لا فيديو الام ديالهم وهي تتهضر على الاب ديالهم بواحد الصيغه ما زويناش. وعرفتوا ان طبيعه الحال اليوتيوب راه اي فيديو فيه راه بطبيعه الحال تيبقى في الارشيف. هنا عجبتني انها ما تاجراتش بالمشكله اللي عندها مع راجلها، ودارت واحد المحتوى اللي دخلت به الادسنس، عكس خواتاتها اللي بطبيعه الحال شفنا فضفاضه كيفاش تعاطات مع بوكتاف والكلام المشي اللي ما يتسمعش، ودارته محتوى ودارها محتوى. وكذلك سمسمه اللي طلعت لينا فيديو دوشني ودارت عويتيقه محتوى، وشفنا الكلام اللي خرج على عويتيقه من الفيم ديالها. سمعتوني اخوتي، هنا الصراحة احترمت انا هاد السيدة، وتبارك الله شفنا واحد الانسان اللي نقية ركان تبارك الله يشقشقو، عكس سمسمة. البيت اللي كانت فيه سمسمة هي اللي دابا عايشة فيه سماسم، نقى تبارك الله ركان تيشقشقو تحك تبارك الله بالليل وبالنهار، الله يحفظ ليها صحتها وقايمة بالدور ديالها ما شاء الله مع بنياتها كما يجب، ما شاء الله مقابلهم يعني تبارك الله عليها. حتى خرجت اخوتي بهاد لا فيديو هذا اللي قالت انها دارته على قبل باش تشكر واحد السيده مع السبعه الصباح، قالت لكم عافاكم المتتبع اللي خلاني انني ندير هاد لا فيديو غير باش تدعيو ليا مع هاد السيده هذه اللي قالت لي ما ديري زعما لا فيديو كاع على قبلي، ولا زعما كاع جبدي سميتي عندك تجبدي سميتي. قالت لكم انا بغيتكم تدعيو معاها 40 واحد دعوتو، راه واصله تكون غريب لهاد الانسانه هادي، حيت قالت لكم انا كنت نعيش واحد المعاناه ربي اللي عالم بها، وكنت في واحد المشكله اللي كبيره بزاف، وهاد المشكله كانت غتاثر على حياتي بالسلبي، وكنت غنوصل لواحد البلاصه اللي غنضر فيها، وبطبيعه الحال كنت نعيش المعاناه اليوميه وانا تنفكر في هاد المشكل، وانا بطبيعه الحال ما لقيت لي حتى مخرج. حتى نهار اخوتي قالت لكم جاني الفرج وربي صيفط لي واحد الانسان اللي تعرفت عليها في الانستغرام، واحد الانسان اللي دابا تنحسبها اختي اللي وقفت معايا وقفت الاخت مع اختها. هاد الانسان قالت لكم اللي تعرفت فيه عليها من خلال الانستغرام وقفت معايا ووقفه مع بناتي وما مخلياني محتاجه حتى لشي حاجه، وراه غتصيفط لي قالت لكم واحد الكوليه
هي اخوتي قالت لكم غتصيفط ليا واحد الكوليه حيت هاد الانسانه تتقطن برا المغرب، ونعمه قالت لك الانسانيه وقفت معايا حيت قالت لكم هاد المشكل اللي عندي ما غاديش نقدر نقول لكم زعما اشنو المشكل النوع ديالو، ولا غادي نعاود لكم ولا غنوضح لكم اشنو المشكل، ولكن نقولها لكم بصراحه هاد المشكل راه كان غيصيفطني للحبس. هاد المشكل قالت لكم كون ما فتحاتوش ليا هاد المرة ودخلات كان غيصيفطني للحبس. تبكي بالله العلي العظيم، هاد البكا فين شفناه؟ اش من مسلسل شفنا هاد البكا وهاد الدور اخوتي اللي داير علينا دروكا سماسم. قالت لكم دعيوا ليا مع هاد السيدة هادي، ولكن بغيت غير نسولك يا سماسم، مالك سديتي التعاليق؟ ولا حيت من الخوك في التعاليق عطاوك في التعاليق علاش تقلبي يا سماسم؟ اخوتي سدات التعاليق حيت بطبيعه الحال جاوها واحد الهجوم على هاد لا فيديو ما صدقوهاش، وبطبيعه الحال راه قالوا في حقها واحد الكلام اللي بطبيعه الحال هي ما عجبهاش حتى سدات التعاليق، حيت الناس راه عياو عياو بكذوب. هاد الناس راه تما وحده فيهم بطلع القناه ديالها تطلع تكذب على المتتبعين وتتبدا تشلهب على المتتبعين. شفنا فضفاضة نهار بطلع القناة ديالها وبغات دير دارها بوحدها كيفاش طلعت وتعاطات مع بوكتاف والعائلة ديالو بالكلام المشين اللي ما يتسمعش، وكذلك حتى سمسيمة فاش تبغي تطلع المشاهدة شنو دير؟ تتنوض دير الأفلام الكذابية الحامضة ديالها. حتى هادي دابا من بعد ما دارت القناة ما طلعتش ليها حيت كانت بعيدة عليهم، تتقطن في واحد المدينة اللي ماشي قريبة من العائلة ديالها، ما طلعت ليها لا مشاهدة ولا الأفوني كان عندها. فاش قالت هي وقع لها المشكل مع الراجل ديالها، جات سكنت في البيت اللي كانت فيه سمسيمة في القرب نتاع العائلة ديالها، ولات تتصور معاهم لا فيديوهات بشوي بشوي تطلع ليها المشاهدة والأبوني، وفي المشكل الكذاب نتاع سمسيمة حتى هي دخلات ودارت فيديوهات، وبطبيعة الحال شفنا تبارك الله القناة غادا وتتكبر ليها. ولكن هاد الناس بطبيعة الحال ما تيشبعوش، دائما هما عايشين هذاك الدور نتاع الاحتياج نتاع الفقر، حيت ماشي تيقولوا الحمد لله عندنا متتبعين مسانديننا واقفين معانا وتيشاهدونا والأسنس طالع بيهم، إلا أي متتبعين عندهم خصهم يكون جيبهم دائما عامر، وقت ما قالوا ما عندناش يصيفطوا ليهم الناس ما عندهمش القناعة ما مكتفينش بالخير اللي عطاهم الله. الله يستر الجوع النوع، الله يستر في الأنفس ديالهم، الله يستر يا ربي الهلا يا ربي يجعلنا جيعانين في النفس ديالنا، مهما ربي يعطيك الله يحفظ النفس الجيعانة دائما تتبقى جيعانة. بغيت غير نسولك، انتي قلتي ان كان عندك واحد المشكل اللي كان غيصيفطك للحبس، وما دام قلتي ان وقفت معاك هاد السيده هادي قضى المشكل مشكل فلوس، على اختي ناقصكم الخير ها؟ حتى لا ما عندكش انتي، على خواتاتك غيخليوك تمشي للحبس؟ على خواتاتك اللي تبارك الله اختك سمسيمه اللي الملايين صحيحة تدخلها من الأدسنس من اليوتيوب الله يفات تبارك الله الداعمين، وقالت لك أن عندها متجر إلكتروني ولات سيدة أعمال غتخليك تمشي للحبس؟ الأم ديالك تبارك الله حتى هي عندها قناة وتدخل حتى هي المبالغ المالية، أختك فضفاضة تبارك الله حتى هي عندها قناة وتدخل المبالغ المالية، واش انت تبوحطي على الناس جايه زعما دايره فيها الدور مسكينه المحتاجه اللي ما عندهاش على عائلتك تبارك الله يخليك تمشي للحبس؟ ايوا هذه تقولها شي وحده اخرى اللي ما عندهاش خواتاتها تيصوروا من الادسنس الملايين ماشي غير الفلوس، وفي الاخر طلعي وتقولي للناس انك كنت كون ما كانتش هاد السيده هذه اللي وقفت معايا كنت غادي نمشي للحبس. ما فهمتكش والله، وراه تبارك الله السمسمة تخلص عليك الأموال الطائلة ماشي غير المال. هو تبارك الله عاوتاني قلتي أن هاد السيدة واقفة حتى مع بنياتك، وراه بنياتك تبارك الله عندهم الأب ديالهم، الأب ديالهم تبارك الله قاد عليهم ويصرف عليهم على شحال هادي، شكون اللي كان تيصرف عليهم ماشي الأب ديالهم؟ هي قالت لك خصك فضفاضة أن غدير فيها مصلحة اجتماعية وغدير، قالت لك الخيط الأبيض وتولي تصالح الناس، وقالت لي اللي عندها شي مشكلة مع راجلها تصيفط لي الرقم ديالها ونصالحهم، وهضرات حتى على مشكلتك أنت وقالت لك أن حتى أنت إن شاء الله المرة القادمة من بعد ما تصالحات سمسيمة وعويتقة
هاد المرة الجاية ديالك انتي انها تصالحك مع الراجل ديالك، وقريب قالت لهم غنصالحها مع الراجل ديالها، وشفنا دور هكا خيط ابيض كاع ما دارته معاك انتي. قال لك انتي قلتي بتمشي للحبس، اويلي خواتها تتصوروا الملايين، وقالت لك ما عنديش، وانا عييت من هاد الحياة وهاد المسؤولية، كترت عليا وكبرت عليا، ورا بدا المسؤولية تاع بناتي، وهاد الشي صباح صعيب عليا. ها هاد الدور فين شفناها اخوتي؟ هاد اللقطة من هاد المسلسل فين شفناها؟ هاد اللقطة كنا شفناها عند سمسيمة من مسلسل دوشني، الدور اللي دار سمسيمة وقالت لكم انا عييت وانا ما قديتش على المسؤولية وانا بوحدي، نفس اخوتي دور دارتو سماسم، مدد بكم غلا وبكتبكم التشلهيب ديالكم، ولكن راه عطاوك الصراحة في التعاليق لانك خليتي تعاليق مسدودة وقفلتي التعاليق، ما قدرتيش تواجهي المتبعات ديالك بالكذوب اللي كذبتي عليهم. واش خواتاتها تبارك الله غادي نعاودها ونكررها تيصوروا الملايين، وقالت لك كانت غتمشي للحبس، لا حول ولا قوة الا بالله.